Salam alaikum wa rahmat wa salam alaikum wa marhababikoum dans cette vidéo, je vais vous Lc libre non amorti Voilà. bien la question est donc dans le C Un condensateur de capacité C chargé sous la tension I0 est lié à l'instant t égale à 0 à une bobine d'inductance L égale à 0,5 Henry et de résistance R négligeable. Donc, en le fait, ce circuit je confie un condensateur à charger, euh, une bobine d'inductance L et de résistance R négligeable. Voilà. La première chose que je dois faire est d'établir l'équation différentielle qui régit les variations de la charge Q de l'armature A à du condensateur au cours du temps. En écrivant fait, donc l'ADP, en fait, je dois écrire l'équation différentielle en fonction a دي تي به كل عدد دونك هني كتي أول حاجة باش نرسمو السيركوي دونك السيركوي متاعنا فيه البوبين دونك بوبين بيرمون اندكتيف مع البوبين دونك عندنا كوندنساتور واضح دونك يعني كيتي كوندونساتور دو كاباسيتي سي هاد البوبين دان ال باهي توا كيتي دونك نرسمو على لي هذي هادي اي سي تاع الكوندونساتور وهذي هادي الطونسيون اي, إي إيه ال تاع البوبين و هادا هي تاع الكورون واضح باهي ديما كي باش نخرج ليكواسيون ديفيرونسيال اول حاجه دونك نرسم السيركوي و وبعد كده نبليك اللوا دي ماي واضح دونك نبليك اللوا دي ماي ب اللوا دي ماي دونك يقول لي لاسامبل دي طونسيون ا آه دون زي ماي ايغال زيرو دونك يعني كده عندنا الاي سي بلس الاي ال ايغال زيرو واضح او رح نشعدنا دونك او انا الاي سي إيجال لونك كي سير سي وال إي إل إيجال إل ديريفي دي إي سير دي تي L إل ديريفي كاري دي كي سير ديريفي كاري دي تي واضح علاش على خاطر عندنا ال إي إيجال ديريفي دي كي سير دي تي واضح دونك ليكواسيون ديفيرونسيال نتاعنا باش تولي كيما هكا دونك انا نعوض الاي سي بالكي سير سي بليز دونك نعوض الاي ال ال ديريفي كاري دو كي سر ديريفي كاري دي تي واضح دونك ال ديريفي كاري دو كي سير ديريفي كاري دي تي واضح به لو كان نقسم نساوي دونك جمع الكل ا آه سير ال دونك شو اللي عندي كيما هكا ا آه ديريفي كاري دي كي سير ديريفي كاري دي تي بليس ان سير ال سي كي ايغال ا زيرو دونك ديريفي كاري دو دي كي c'est dérivé carré de t, plus oméga 0 carré, fois q, égale à 0, avec, donc, oméga 0, égale, un c racine de lc. Donc, bien, il y a une pulsation propre. Voilà. Donc, il y a l'équation différentielle, elle est habale en fonction de q de t. Euh, nous, on à dire que donc, la question 2. Fé question 2a, quel est l'expression de l'énergie totale E à de l'oscillateur en fonction de la charge Q et de l'intensité I e du courant qui traverse le circuit ou de qui est montré qu'il y a conservation de l'énergie. B. Donc, est l'expression de l'énergie totale E en fonction de la charge Q et de l'intensité I. E. Voilà. Donc, il question.

plus l'énergie magnétique. Voilà. L'énergie électrique, donc, un demi, q carré, sur c, plus l'énergie magnétique, un demi, l, i carré. Voilà. Donc, il y l'énergie, en fonction de charge qui ou l'intensité i. Voilà. Bah, il y a une autre donc, la conservation de l'énergie.

عندي كونستانت اللي هي ان دي مي إيه. نخليها على سيرو ونعمل الديريفي نتاع الاي كاري دونك الديريفي نتاع الاي كاري باش تعطيني 2 فوا اي فوا ديريفي دي اي سير دي تي واضح ايغال نجم نعمل سامبليفيكاسيون نيكيتي دونك بالدو 2 والان دي مي نفس الحكايه هنيكيت دونك ايغال ديريفي دي كي سير دي تي fois Q sur c, plus donc uh, i fois L dérivé de i sur dt, voilà, égal, juste ils dans que savoir il est dérivé de qui sur dt et bien l'intensité i, voilà, donc il est l'intensité i. Donc, on ne en on peut harro, je n'ai l'intensité i en facteur, je me suis regardé de là, donc. مي كتلي عندي كي سير سي ال ديريفي دي اي سير دي تي واضح ب ايغال دونك اي الكي سير سي هذي دونك هي التونسيون تاع كوندونساتور اي سي بليس ال ديريفي دي اي سير دي تي هذي التونسيون تاع البوبين اي ا واضح الحكاية هبي دونك إيجال زيرو دونك كيفي كلها ايكال زيرو واضح دونك الديريفي دي لينيرجي سير دي تي ايكال زيرو مادام الديريفي دي لينيرجي ا سير دي تي ايكال زيرو دونك لينيرجي باش تكون كونستانت دونك إليا كونسيرفاسيون دي لينيرجي او كور دو طون واضح دونك لينيرجي سا كونسيرف او كور دو طون ديما كي باش نبين دونك اللي ثم آه كونسيرفاسيون دي لينيرجي الحكايه سهله على الاخر نعمل دي ريفي دي اس دي تي يزمن في الاخر ما قاها زيرو واضح لقيتها ايكال زيرو دونك سي معناها لينيرجي كونستانت دونك ثم كونسيرفاسيون دي لينيرجي واضح باه نتعدو تو كيتي دونك لي كيستيون بي La question B est exprimée E en fonction de la capacité C et de la charge initiale Q0 du condensateur. Donc, la y a question B il a l'expression E en fonction de la capacité C ou la charge Q0 dans le condensateur. Voilà. B. L'énergie totale E égale un demi C. C est la capacité du condensateur, fois Q0 au carré. Ok, Donc, quelle est l'expression de l'énergie totale en fonction de la capacité ou la charge Q0 du condensateur? Voilà. donc, quelle est la réponse la question B? Ah, la question 3A. Il a montré que l'énergie magnétique est L.

دونك حنا ساعدنا عندنا ال او لينيرجي توتال او ايغال ا لينيرجي دونك الكتريك اي ان دي سي بلس لينيرجي مانيتيك او ال واضح ايغال زاد دونك خرجنا هنا كي تفك كيستيون بي ايغال ان سير دو سي كي زيرو او كاري واضح به لو كان نخرجو تاو كيتي دونك l'EL, e -L égale, a, donc, l'E, l'énergie totale, moins EC, égale, l'E, donc, il y a, insert C, est. qui 0 au carré, moins l'EC, il y a donc, insert de C, fois qui carré, voilà. B a donc, égal a fois Q carré, plus B, avec, donc, l'A égale, moins 1 sur DC, donc, il a l'A, ou B égale, 1 demi C, fois Q0 au carré. Voilà. Donc, il a l'expression de l'EL, en fonction de Q carré. ok

نتاع كي او كاري واضح فهمنا دونك هذه هي الفالور ماكسيمال نتاع كي او كاري دونك كي ماكس او كاري ايغال 5.66 و 10-10 كولوم او كاري اللي هي دونك الكي زيرو او كاري واضح علاش على خاطر الشارج انيسيال نتاع الكوندنساتور هذيك هي الشارج ماكسيمال اوكي دونك يعني كي عندنا الكي زيرو او كاري ايغال كي ماكس او كاري دونك كي ماكس او كاري هنا كي دونك من الفيجير 4 ايغال 5.76 فيرجيل دونك 5 فيرجيل 76 فوا 10 من كولوم او كاري دونك الكي زيرو

دونك اللي هي لينيرجي توتال دونك ال او -E باش تكون ايغال او ال ماكس اللي هي لينيرجي مانيتيك ماكسيمال واضح دونك من uh, من الفيجور 4 راني كيتي لينيرجي مانيتيك ماكسيمال ايغال 14.4 فوديسمون 5 جو واضح دونك

فوالا به باش نخرج الكويفيسيون تاع الدروات هذه دونك ناخذ دو بوين ناخذ بار اكزومبل بوين هذه ا اللي هي دونك دي كوردوني 0 14.4 فوالا 5 دونك عندنا ا ا دي كوردوني 0 14.4 فوالا 5 ناخذ البوين بي ا دي كوردوني 5.60

على سارس دونك في البي سارس أوكاري دونك ا سارس آه أوكاري في الا واضح آه دونك ايغال دونك لينرجي في البي زيرو موان كاتر ا آه سير دانك اللي هي

واضح ب توكيت النجم الخارجي دونك النجم الخارجي سي دونك هذه نتاع الأ. دونك دي 150 فوا دي دونك توكيت النجم الخارجي سي عندنا الأ ا ايغال زان سير دي سي دونك سي مون ا دونك

دونك سي ايغال آه الحكايه هذه كي نحسبها دونك باش نلقاها 2 فوا 6 فراد دونك ايغال 2 ميكرو فراد واضح دونك دي الفالير نتاع سي اوكي ب اخر حاجه دونك مازالت لنا الاي زيرو اللي هي الشارج نتاع اللي هي لا نتاع كوندونساتور دونك دونك التونسيون انيسيال نتاع الكوندونساتور ب اش عندنا هنا احنا, احنا عندنا ديما دونك اللي آه نعرفوا الحكايه هذه اللي ديما دونك عندنا كي ايغال سي فوا اي سي واضح دونك في الكام تاعنا نيكيتي الكي زيرو اللي هي الشارج انيسيال باش تكون ايغال سي فوا اي زيرو اللي هي التونسيون انيسيال نتاع الكوندونساتور واضح دونك الاي زيرو ايغال كي زيرو سير سي دونك انا عندي كي زيرو سير سي واضح ايغال خرجناها ا دي فوا ديس ا سيس والكي زيرو زي كيف كيف خرجناها ايغال

Donc, c'est la réponse à la question B. Dans la question C, est va calculer la valeur de la pulsation propre oméga 0 de l'oscillateur. Et est on va en déduire la valeur de sa période propre T0. B. Donc, on est la question C. On va donc la pulsation propre oméga 0. Donc, l'oméga 0 égale 1, est égal à 1 sur...

B. Elle pulsation propre, donc. Oméga 0 dm égale 2pi sur t. Voilà. Donc, 2pi sur t. De pi sur 0. OK. Donc, t0, hier, il y a la période propre. Donc, t0 égale 2pi sur oméga 0. Voilà. Euh, donc, t0 égale. 2pi sur 10 puissance 3, donc égal 2pi fois 10 euh, moins 3 secondes. Ok, donc il y a la valeur de t 0 Voilà. Beh, donc il y a les réponses intra-question C. Uh, on état de autorité, donc il y a les questions 4. C'est question 4A, il y a les données de l'expression de Q de t en fonction de temps en précisant les valeurs de Qmax et f de q Voilà. Donc, on a l'expression le de Q2T. Donc, on a l'expression le de t En fonction de Qmax et f de le... q Voilà. Bien, on va savoir Q2T. إيجال كي ماكس سينيس أوميجا زيرو تي بلس في دي كي واضح ويحب دونك آه, لي فالور نتاع كي ماكس دونك كي ماكس إيجال نو والفي دي كي إيجال شنو واضح ب بالنسبة لكيماكس ماكس دونك أنا كيتي باش تكون إيجال كي زيرو اللي هي الشارج انيسيال نتاع الكوندنساتور دونك هذيك هي الشارج ماكسيمال واضح

مازالت لنا الفي دي كي دونك مازالت لنا اذا نخرج الفي دي كي واضح الفي دي كي ديما خرجها من الكونديسيون انيسيال اوكي احنا آه عندنا دونك كي دي تي ايغال كي ماكس سينيس اوميغا زيرو تي بلس في دو كي ا اه ب دونك الكي دي تي ا تي ايغال زيرو ايغال كي ماكس سينيس في دوكي، واضح؟ به، نكدب جيست كيماكس، دونك عندنا كيما هك. دونك الكيماكس، اوكي. به دونك، هذه الكيماكس في تي يقال زيرو، ايقال؟ ايقال الكيماكس. على خاطر دونك الشارج نتاع الكوندونساتور في تي ايكال زيرو باش تكون ماكسيمال واضح دونك الكي دي تي في تي ايكال زيرو ايكال كي ماكس واضح دونك سينيس في دي كي نعمل سامبليفيكاسيون بكي ماكس ايكال ا شنو هي اللي سينيس نتاعها ا دونك في دي كي ايكال بي سر دو راديان واضح تو كي تي نجم نخرج دونك الاكسبرسيون تاع الكي دو تي

Donc l'ICDT égale 1,2 e, fois 10 puissance 3 sinus à 10 puissance 3T 2. OK Donc il a l'expression par l'ICDT. Voilà. Mais l'interprétation est l'expression par l'intensité IDT. به نفس الحكاية هني كده إحنا نعرفوا اللي الانتنسيتي دانك اي دي تي, ايجال ا ديريفي دي كي سر دي تي دانك ايجال باش نعمل الديريفي متاع كي دي تي واضح احنا عندنا الكي دي تي ايجال كي ماكس سينيس أوميغا زيرو تي بلس في دي كي مش نعمل الديريفي متاع الحكايه هذي واضح دونك كي نعمل الديريفي اول حاجه نخرج لوميغا زيرو كي ماكس الديريف نتاع السينيس دونك تولي كوسينيس اوميغا زيرو تي بلس في دي كي واضح دونك ايغال اوميجا زيرو كي ماكس باش نرجع للسينيس دونك اذا كان نحب دونك ليكسبريسيون تاع الاي تي اون فونكسيون دونك سينيس دونك انا كي نعمل سينيس ونزيد بيسور دو أوميجا زيرو تي بلس في ديكي بلس بي سر دو. واضح طبعا كي زدت بي سر دو. باش نرجع من الكوسينيس للسينيس واضح ب إيكال الأوميجا زيرو هذي دونك ديس بيسانس تروا دي تي دونك Pour 10 puissance moins 5, c'est Nice, 10 puissance 3 T plus 5 de kills, il est plus sur 2, plus 4, 2. plus sur 2, voilà. Égal, donc à uh, 2,4 fois so, 10 puissance moins 2, donc moins 5 plus 3, ça t'enlève moins 2 sin 10 puissance 3t plus pi, voilà, Tant ici l'expression dal l'IDT, ok Dans le calcul, la question c'est qu'elle est tracée sur le même système d'axes, les courbes représentant ICDT et IDT, pour T appartient donc 0, DT0. دونك هنا كي تحبنا نرسمو الكوربه نتاع الاي سي دي تي والكوربه نتاع الاي دي تي دونك في الانترفال هذايا بور تي ابارتيا ا دي تي زيرو واضح دونك هذه الكيستيون سي باهي دونك اول حاجه هنا كي دونك باش نرسمو الريفير دونك نحاولوا نرسمو الريفير هنا كي باي دونك ناخذ هذي آه، دونك هذي يت... آه، تي سير دو تي زيرو سير دو دونك هذي تي هني كتي عندي آه، تروا تي زيرو دو. هذي تي, زيرو. واضح. بال... دي تي واضح به اول حاجه باش نبدا دونك بال اول حاجه واضح بال... اللي هي دونك التونسيون تاع الكوندنساتور اوكي okay. آه uh, لو كان ناخذ هذه دونك هي التونسيون ماكسيمال دونك هذه اي سي ماكس اس ماكس ايغال دونك لو كان نرجعوا للاكسبريسيون تاع ال نتاع دونك ال تونسيون تاع كوندنساتور دونك هذه اس سي ماكس ام فيرجيل دو فوا دي سيمان تروا دونك ايغال ام فيرجيل دو فاي ديس بيسونس 3 اوكي دونك مادام خدينا هذه الاس او ماكس هذه ما اس او ماكس واضح ب يعني كي دونك شكون عندي دي زيرو سير كاتر باهي الحكاية سهلة على الاخر يعني كاتي حنا عندنا ليكسبريسيون دونك نتاع الاي سي دي تي

دونك انا كاين عندي بي سير دو سينس بي سير دو دونك ا معناها ايغال اس ماكس دونك اول بوين باش تكون هني هذه البوان لو. واضح ب تو في تي زيرو سير كاتر دونك الاي سي اس ماكس سينيس ا آه بي سير تي زيرو فوا تي اللي هي دونك تي زيرو سير كاتر واضح بلس بي ب دو دونك نعمل سامبليفيكاسيون بالتي زيرو ماكس بي هنا عندي دو بي 4 دو بي 4 كي نعمل سامبليفيكاسيون بار دو دونك هي بي دو بي دو بي زيرو الحكايه كلها زيرو معناها هنا فو زيرو دونك فولت واضح دونك البوان باش تكون اوكي

سردة في تي زيرو سردة كي نكمل نحسب هذي باش نلقاها دونك إيكال ما إس ماكس واضح دونك باش تكون عندي بوان آه. بوان هني كيتي. أوكي به نفس الحكاية بالنسبة للكالكيل دونك العادة بعد كاتي باش تلقى بوان هني كاتي دونك في التروات تي زيرو سر كاتر وبعد كاتي في تي زيرو باش نرجع للفالور ماكسيمال أوكي دونك الكورب نتاع الإي سي باش تكون كيما هكا نفس الحكايه دونك هذه باش تعاود بعد كيتي في البريود الثاني دونك باش تكون عندي بوان هني كيتي و بوان آه في الموا اس ماكس بعد كيتي باش نرجع للزيرو بعد كيتي في الماكسيموم اوكي دونك القرب نتاع الاي سي باش تكون كيما هكا واضح دونكبيه الكربه نتاع الاي سي ان فانكسيون دو طون اوكي باه نشوفوا توكيتي الكربه نتاع لانتنسيتي دونك نفس الحكايه هنا كيتي احنا عندنا لانتنسيتي اي دي تي ايغال دونك ايغال دو فيغيس كاترو فوا دي دو Sinis, 10 puissance 3t, plus pi. Donc, 2,4 à fois 10 moins 2, sinis, 10 puissance 3t, plus pi sur 2. Voilà. Donc, 2,4 fois 10 moins 2, sinis, 10 puissance 3t, plus pi. Donc, plus pi, n'est-ce pas, c'est pi sur 2. واضح ب كيف كيف هني كاتي دونك باش ناخذ آه ليكسبريسيون هادي باش نرجعها كيما هكا دونك اي ماكس سينيس ا آه دو بي سير زيرو فوا لسبي بي واضح وبعد دانك كي تي دونك كالعاده باش نحسب ال اي دي تي في لي زانستون هاذوما اول حاجة دونك في تي إيجال زيرو سكوند فتي اي دونك تي زيرو 4 فتي تي زيرو 2 بعد كده دونك فتي تي زيرو 4 واخر حاجه في تي زيرو واضح اوكي باه نبدا اول حاجه دونك بالتي تي زيرو دونك I اي باش تكون إيجال إي ماكس Sinus pi, donc, sinus pi égale à 0, donc, égale 0 ampère. Voilà. Fille t0 sur 4, donc, il égale, i max, sinis, 2pi sur t0, fois à t0 sur 2, a plus pi, nest donc, non, ma simplification, par t0, donc, n'est-ce t0 sur 4, b. آه uh, دونك عندي اي ماكس سينيس آه دو بيسر كاتر دونك هذيا آه بيسر دو بلس بي معناها تروا بي سر دو واضح اين فوا خرج دي بوان باهي هذي في الاخر دونك باش تكون ايكال سينيس تروا بي سر دو دونك مانزا دونك هذي ايكال اي ماكس اوكي باهي اين فوا خرج دي بوان نجم نكمل نرسم الكورب من غير نكمل نحسب اوكي دونك عندي في الزيرو ايجال زيرو امبير دونك هذه الفالير في الزيرو دونك في الزيرو ايجال زيرو امبير في التسر كاتر دونك آه. ايجال مو اي ماكس جيس دونك باش ناخذ مو اي ماكس هنيكيتي دونك هذه آه مو اي ماكس دونك هذه باش تكون اي ماكس اوكي به آه في, زيرو دي دي في تي زيرو سير دو دونك آه باش ترجع للزيرو وبعد كده دونك في ال 3 تي زيرو سير 4 باش تكون ماكسيمال دونك هنيك كي العاده في تي زيرو دونك زيرو آه في تي زيرو دونك بليس تي زيرو سير 4 باش ترجع آه دونك آه بعد بريود دونك باش ترجع لنفس البوان دونك باش ترجع هنيك للمو اي ماكس يعني زيرو بعد كاتي دونك باش تكون ماكسيمال واخر حاجه دونك باش تكون في الزيرو واضح جست يعني كاتي دونك الفالور ماكسيمال خذيناها دونك هنا واضح دونك هي الكوربه نتاع الاي دي Ok, Donc, il y a courbes, on l'intensité, et Voilà. Ben, il la réponse des à la question C. Euh, la question 5A, elle est que, euh, q I² sur omega02 égale à Q0 au carré. Donc, il y la question 5A. اي يحبنا نبينو اللي كي كاري بليس اي كاري سير اوميجا زيرو او كاري ايجال كي زيرو او كاري واضح يعني كي نحسبو دونك كي كاري بليس اي كاري سير اوميجا زيرو كاري ايجال كي كاري دونك شنو نعوضها بالاكسبرسيون تاعها اللي هي كي زيرو سينيس اوميجا زيرو تي كي هذه كلها أوكار واضح بليس دونك لوطا عندي أوميغا زيرو أو والفوق عندي الإي كاري اللي هي الديريفي متاع كي دي تي دونك الديريفي متاع كي دي باش تعطيني أوميجا زيرو كي زيرو ديريفين متاع السينيس دونك كوسينيس أوميجا زيرو تي بلس في واضح كلها أو أوكي دونك هذي الإي دي تي دونك إيكال باهي باش تكون عندي الكي زيرو أو سينيس دي أوميجا زيرو تي بلس في كي بلس عندي أوميجا زيرو كي زيرو او كاري كوسينيس كاري آه دي اوميجا زيرو تي بلس في كي هذي كلها تصير اوميجا زيرو كاري نجم نعمل سامبليفيكاسيون دونك يعني بال اوميجا زيرو دونك ايكال كي زيرو او كاري هذي باش نخرجها اون فاكتور دونك شقعد لي في الوسط آه سينيس كاري اوميجا زيرو تي آه بلس في كي

دونك يعني كي تنحب لنا نعرفو الكي ايكال شنو بس تكون دونك الاي سي ايكال اي ال حنا نعرفو الحكاية هاذي دونك اللي الاي سي ايكال ان ديمي ان ديمي دونك سي كي كاري واضح ب الاي ايكال دونك هي الانرجي توتال هي الانرجي الكتريك

خرجناها على الاول دونك ليكسبريسيون ان سير دو سي كي زيرو او كاري هذه هي تاع توتال تو ناخذ ليكواسيون هذه باش نخرج لي دو كي. واضح دونك اش عندنا دو فوا ان سير دو سي كي أو كاري إيجال ان سير دو سي كي زيرو او كاري.

Voilà. Donc, Q égale Q0 sur racine de 2, ou égale à moins Q0 sur racine de 2. Voilà. Donc, à d'autres valeurs de Q, il est confié que l'énergie électrique à égale l'énergie magnétique. de qu'il à en déduire les valeurs de I B

c'est omega0 carré égal k0 carré m k0 carré donc i0 carré égal omega0 carré fois k0 carré m k0 carré واضح ا ب دونك égal omega0 carré

فوا ك زيرو أو كاري سر دو، أوكي؟ إذا هذي الـ value هذي الـ i أو كاري، إذا هذي الإي i أو كاري، إذا الـ, اي... الـ اي باش تكون إيجال، الرسين نتاع الحكاية هذه معناها باش تكون إيجال، إذا اي يا أما أوميغا زيرو كي زيرو سر راسين دو دو أو إيجال. يقال... <تصفيقية> <انتصفيق> دونك اوميغا زيرو كي زيرو سي راسين دو دو دونك هنا كاين عندي سينيما واضح دونك هذا مالي فالير اللي تاخذها من طونسيتي اي باش تكون دونك ال او ال ايغال سي اوكي باهي اخر حاجه دونك قال لي تراسي سي لا فيغير 4 لا كور ا دي اس سي ان فونكسيون كي او كاري واضح الحكايه سهله على الاخر دونك يعني كي احنا عندنا نعرفوا اللي الاس ايغال ان ديمي

آ كي ماكس أو كاري آ سير سي اللي هي دونك لينرجي توتال أو اللي هي دونك أل ماكس لينرجي مانيتيك ماكسيمال واضح دونك البوان الأخرى باش تكون هني كات دونك هيدي نتاع الأي سي واضح دونك هني عندنا الدروات أوكي باهي دونك هذه الكوريكسيون تاع ان شاء الله يكون كل شيء واضح اذا كان عندكم كيستيون ولا حكايه مش واضحه دونك تنجم تخلوها في لي كومونتير ونكملوا ان شاء الله في الفيديو الجاي